يعني بصراحة يعرف إلا اللي يتقرب له، هالإنسان النبيل، هالإنسان الطيب، الإنسان الخلوق. وما عندي غير بس أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا الرجل الكريم علاقته قوية بالراحل، وأيضا يمكن واحد من المرافقين له خلال هاي الرحلة. مو بس نتعارك على الكراس، هاي دروس إحنا الله سبحانه وتعالى قاعد يعطيناها إلنا بالحياة وبالدنيا. لا يظلون كراس وكراسي من صاحبهم يوقف، يعني يوقع بضيج أو وفاة. يعني شوف الرياضيين كلها تتبخر، ومن تصير مصالح كراسي شوفها كلها تتقق. يا صراحة وداعا على هادي فبرحيلك اليوم ولدت من جديد في قلوب المحبين والمقربين الذين اكتوت قلوبهم بنار الفراق وزادهم للقاك الاشتياق. وداعا على هادي.